يأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق عمل النقابة في توفير فرص وتحل حد من البطالة اللي بتعاني منها المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام وقطاع الهندسي بشكل خاص. الواقع البطالة أصبحت الهم الرئيسي لنقابة المهندسين ونحن نعمل جميع الجهود لمحاولة توفير فرص عمل. طبعا هذه الاتفاقية تنص على توفير التدريب اللازم لتنمية المهارات الشخصية للمهندسين بحيث أنه يكون قادر على إيجاد فرصة عمل، وهذه أحد مدخل رئيسي لإيجاد فرص العمل وتنمية قدراتهم، تنمية مواهبهم بحيث أنه يكون عندهم قدرة على الاستمرار في العمل والمحاولة تطوير أنفسهم قدر الإمكان. الواقع هذا البرنامج يأتي بتمويل من الجائزة لمناطق الشمال، وزي ما حكينا بالجلسة إن شاء الله أنه هذا سيمتد إلى المناطق الجنوبية قريبا. جميعكم بعرف أنه كل الشركات والمؤسسات لها احتياجات معينة، وفي مهندسين عندهم كفاءات أيضا في اتجاهات معينة، فإحنا بدورنا كدور وسيط نقابل هاي الكفاءات مع هاي الحاجات اللي في سوق العمل من خلال علاقاتنا مع الطرفين، من خلال الاتفاقية اللي تمت مع نقابة المهندسين مشكورة، حتى أنه بمعرفة هاي الكفاءات وأيضا بمعرفة هاي المؤسسات حتى نعمل ماتشنج بينهم أو تقارب ونوصلهم ببعض.